سير سي لورد ستين من يقول جا برهان الدار قال لي وراك بريقات قالت لي ما قطعتهمش هاي شاف تاعي قالت سقعه ما ولدت معايا سقعه راه نقتل بوها مشي للحبس اقلبها من شترجم من السطح من الفوق من 14 ايوا وهودت من الفوق كل حلاس طب قال ماتت صافي يتسنع في البوليس يدقوا يجيو يديوه سمع الدقان قال البوليس جاو ايوا احل الباب هو يصيبها في الباب قالت لي اولي انت مال ضحكك خايبه ويلي ويعجبوني يا الدريات عندنا تبارك الله بعدها باقي كيستروا كيديروا جلالب وكيديروا السراول طوال واش المكي وهذاك السروال طويل راه خطر هاك السروال طويل والله الا خطر والله الا خطر السي قرطز علاش والدريه غادي السروال طويل وغادي للمدرسه ايوا قطعت لها الساندالات تكات صوب الساندالات تفرقع لها السروال ولات غادي وتخوت طاكسي تيور ودابا علاش يقولك الفراج عقل والجلسة عقل والحديد عقل ولا ما عندك عقل فشرك بحال السطن نعم اي هالقرقوبي ديال الفريد خرج على الدراري والله الا خرج عليهم عندنا في الدار البيضاء اي الدري بقرقب هو وصاحبه فوتي بزاف وجابوا يطرو تاع الشراب وبركوا يشربوا جابوا الشراب وبركوا يشربوا هما سابوا داروا البلان ثاني رجلهم سرح رجل ويقولوا هذا قادر ها ما شتيش رجلي والاخر فض اكثر منه قال لي وتجدي معك وعالزحاب كان يكب اليوم قال لي مين الله جيت معك وبغيت تلصقوا بيا علاش نقول دابا الحياة زينة من الكوزينة نعم المرضية في دار رمضان تنوض مع شي جونس وتفقق راجلة تتشعلي دوي وخيدري ويكون داك السحور بري ويدور كي حداك الوريدة عزيزي قاعد الساحر والله العظيم ديرك تقاوت ودير لك العصير انت انا لحمي بورشة اي وتفطر بالعقل كول تويش تلبس النهار طويل كول وليس النهار تالي ورده هنا تقول ما صايبش واصفر الاصبع اه وما في وقت السبعة ونص وبتل باللوقيت تسطح في الظلمة راجل خلي على الكوينة وصلك بدار الوضوح ما لغوش شكون يبدا فوق الزبدة هنا الزبدة وهذيك فورو اي علاش واحد تيخطف البلاصة واحد الكرويلة يخطف البلايص هدية الكرويلة اش غنقول دوك العيات الرقواقات اللي جات طلع خفيفة طلع والغليظة جاية مخدمة المطوس ولا تعابش قالت لي مين غدا نطلع مول الكرويلة قال لي طلع منين ما بغيت يا ما يشوفك العود وعلاش تنقولوا الشلوح الله يعمرها دار الشلوح كيعرفوا اللي بيعشتو لا هاد الشلوح ديال الامريكان وشوف دابا الشلح نعم لا بغى يحل البيسري ايوا وما يحل القبيطة ايه تيشوف راسو في المراية واش هو ولا ما هوش هذا واحد الشلح واخد دكالية وما يقولوا لي الشلح اوه ما تاخذ لنا الدكالية خذ لنا بنت عمنا الناس احمد وليل السيدي موسى يحنى راس السلامة اللي يوريك الكريد القضية السلامة قال لي مولد الدكولية عجبتني ومتلية فيا مش يشغلكم تبقى معايا تدفني ولا ندفنها وشنو يتبقعوا بشوف حالته واحد نهار الدكولية ماتت وحنا كاع غادي نموتوا وجايين عايت يعزيو بها وشلوح جايين يعزيوها بشويه غادي بها للروضه دكولة غادي من الحمله لا اله الا الله محمد رسول الله وشلوح دايرين فرقه بوحدهم وديزين ولا اله الا الله ومحمد فكوا الله الرياسي قرطز والسي قرطز هذاك اللي واخد العيالات كيفاش قاديتو اي واخد العيالات بلادي مرحبا بسيادنا مرحبا بالشباب مرحبا بالحباب الجميع والله شاهدين الا فرحانين معكم ربي اللي عالم الى القلب فرحان 100% ليش لكم بخير
الله يحفظكم. شو الشباب المرضيين هاي واحد عنده ثلاثه عيالات، وحده شلحه وحده دكاليه وحده عروبيه فاسيه فاسيه سبقت ليا. يلا يلا فاسيه يلا. انا ريا وجهي قال صاحبو انت ما كاينش تطير لك، قال لي صاحبو طاير ريا عندي ثلاثه عيالات بزاف عليا الصير والزمان الصير عليا بزاف والزمان صعيب وما قديت نطلق وما كاع زوينين. قال لي ودي لا لي الصيت راه بدو زوين لي جبرتي تربي وزوينه ونقيه وطيب ماكله مزيان تبقى لي جبرتي مخموجه صعيب بنادم. هو يمشي لعند شلحه قال لي بنتي احمد يبوس كاين شغدا، قلت له والله يا الحبيب نتسنى بك يا دوي القليب وديرك الدجاج بالزبيب وتعيش لي ديما. أو قال زوينة في عاد الفاسية وقال يا بنت مولاي دغيس كاين شغدا، قلت له الله يعين الكراليوس يقوي لك الفلوس وتمشي للحج وتعيش لي ديما. أو قال تخمد هو مشى عند العربية عندنا قال لي كاين شغدا وقالت لي مطيبك الفول ونسمع بك عيني الغول، قالت بعيني عند العدول. علاش تنقولوا دابا الحكام راه كان مكراسي قرطز وار الخيل واهي وار الحبة وار ويديكم واهي ساعة مروكة واهي واش البكي واهي وار الحبيب واهي مع سعيدة واهي وار الخيل واهي المرضيين السي قرطز. مرحبا 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 ساعة سعيدة ومحلم لذيذة أجبتها سلمكي. شوف دابا المرضيين شوف كي ضحكوا ناشطينو اي ثلا مشاو ثلا مشاو برا اي كيمشيو يدوا الفلوس ويمشيو للبلاد نعم ويديروا مشروع اي هاو يعيش فيه هو والعائلة نعم وتلقى يدي معاه تصاور ربع سنين هو هنا ويدي معاه تصاور اش يقول لهم؟ هاي وري فيهم الدراري اش يقول لهم؟ مصور انا ونسرى فوق الثلج ايوا كل الثلج درك في الدار البيضاء. شوف انا جيت لفرنسا هات انا جيت لفرنسا اربع سنين تاخر من المقشم نعم جيت لفرنسا في ايام مطيره ايه واش كاين عجبتك ولا لا؟ كاينه ومشيت للدار البيضاء ودرت مشروع. اشنو المشروع؟ وبنيت الدار. بنيت الدار؟ ايه شحال من تبقى؟ ثلاثه الاولى سكنت فيها الوالدين ما عندهم الصحه الدروج واعرين عليهم نعم والثانيه الفوقانيه سكنت فيها انا والثالثه درتها كراج. اي علاش علاش يقول لك خذ الجمال؟ نعم خذ الزين. انت لمرتي عندك طبيبه في الدار لمرتي تجي عند راسك سي مصطفى حتى البدا حتى اسكت راه غنصيفطها لك. لا مرحبا مرحبا الله يعطيك الصحة. علاش يقول خذ الزين؟ انت لا مرتي تجي عند راسك سي مصطفى نعم اي مرحبا حل عينك راك بخير راك ناشط الكويس تاع الحليب شربينا شربوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاب الله الشفاء. هو يفيق يشوف الجمال يفيق واصقع واخذ واحد التراكتور هو في عسخانه هو في عسخانه ويبارك عند راسه يا لا بقيت منا الاربعه عندك الزهر. واش هو الحكام بكري؟ الحكام كان بكري اصلي قرطز حبس الراجل مخلي المراه ما كتخرجش من الدار ايوا وغايب للخدمه ايه خرجت هي وجارتها مشاو لافار كيلعبوا ريقات تاع التيرس ايه ربحت موتور جابته للدار
الرجل من الخدمه قال هذا الموتور ديال من شكون اللي جا عندنا؟ قالت لي اولي تعابرك دوش دوش شرب كويس ساعتين. نعم. ابرك شرب كويس ساعتين، قالت لي قول لي شكون اللي جا؟ قالت لي ما نخدمش شيء منك، مشينا خرجت انا وجارتي. ايه. ومشينا لعبنا وريقات في الافوار. نعم. وربحت هذا الموتور. ايه. قال لها تسناي. مشى جاب لها ورقه الطلاق وقال لي هلا سورانس باش ترولي. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Ils méritent encore plus fort que ça. Kharzaz ou Mahrash, ce sont eux qui ont fait vivre les télévisions marocaines. C'est vos parents qui connaissent. Qu'on les applaudit encore très très fort, ils le méritent, s'il vous plaît. شكرا شكرا.